عدد المشاركين حوالي 180 رياضي، هما تسع ولايات اللي نشكرهم على الحضور. او بطولة هذه تاع الجاوية للأشبال يعني مستوى متوسط أظن، فوق المتوسط، ولكن هذا ما يمنعش باللي رانا نشوفوا باللي فيه تطوير هذه الرياضة. التنظيم ما شاء الله مالغري لا ليغ دو تلمسان افيك بو دو مويان ونظمت هذه البطولة الجهوية.